حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج من الآخر. اليوم بندردش مع ضيوفنا المميزين حول آخر مشاريعهم وآخر إنجازاتهم، وأكيد بيشاركني في التقديم بدر احمد البلوشي من الإمارات، وفداء أبو شاهين من فلسطين، وكريم ثابت من مصر، وهلا عياش من سوريا، وزيد ناصر من الأردن، وماريا نادر من لبنان. وأكيد اليوم بيكون معنا في هذه الحلقة ضيوف مميزين، وأولهم الشاعر خالد البدور وما وراء كلماته الرائعة، نيفين أفيوني صحفية شابة ونجاحات كبيرة، سامر المرزوقي ومستقبل الأفلام الخليجية، والفنانة نجوى سلطان وجديدها. والحين مع فقرتنا الأولى قصة نجاح. كان يرافق والده إلى مقر عمله القريب من المكتبة العامة في مدينة دبي، وكان يمضي أكثر أوقاته في هذه المكتبة التي وجد فيها متعة لا تضاهيها متعة. هناك تعرف على كتابات جبران خليل جبران ونزار قباني وغيرهم، ليصبح شاعرا ينشر كلماته في الصحافة الثقافية ويصدر مجموعات شعرية نتذكر منها ليل وحبر وغزل والشتاء وأيضا مطر على البحر. رحبوا مع بالشاعر والباحث في التراث الأستاذ خالد البدور. يا هلا مرحبا فيك، منورنا منورنا أستاذ، حياك السيد. يا هلا ويا مرحبا فيك، منورنا اليوم في برنامج من الآخر، وسعيدين بوجود يعني خلينا نقول إنسان ناجح وباحث وصحفي وشاعر، يعني ما شاء الله عليك ملم بكل هذه الأشياء. ولكن إذا ببدأ معاك من البداية، أغلب الشعراء خلينا نقول كان يراودهم شغف الشعر أو القراءة وقراية الكتب لكبار الكتباء من الصغر، فهل كان يراودك أيضا أنت هذا الموضوع من الصغر، ولا طلع شيء مرة واحدة على الكبر مفاجأة؟ لا منذ الطفولة يعني كنت أشاهد الوالد يقرأ دائما، فعالم الكتب كان موجود، كانت هناك كتب لدى الوالد، وكان حب القراءة موجود، لذلك بدأت أقرأ وبدأت أتعرف على الشعراء. في ما أدري يعني أنا شخصيا صراحة أقولها مع أنتوا آراءكم أكيد بتكون مختلفة، بس صرنا في وقت يعني صراحة شوية قلت فيه القراءة، يعني استوى الكتاب شوية كأنه بيت مهجور. نعم. يعني قل اللي ممكن تروح المكتبة تحصله، يعني ممكن تروح السينما تلاقي 10 قاعدين، اوكي 10 100 واحد قاعد، تروح المكتبة ممكن تقول 3 قاعدين، لما تقعد تقول الله، يعني انه يذكرك بشغلات جميلة يا ريت لو اسويها بس ما اسويها. ليش؟ يعني شو اللي يخلينا ما نقرا؟ احنا نقراها عشان ما يفهمونا غلط، احنا نقرا بس كتب الكترونية ايضا تعتبر كتب يعني. لا العصر الآن أصبح هناك طرق للحصول على المعرفة. نعم. هناك في تويتر، فيسبوك، الإنترنت، الكتاب أصبح واحد من ضمن. نعم. في السابق لم يكن هناك مجال، لم يكن هناك تلفزيون، لم يكن هناك إذاعة ولا تويتر، فبالتالي الناس تلجأ إلى الكتاب. انسايكلوبيديا كمان طبعا لها طعم، يوم أنت روحك تروح المكتبة وتقرا الكتاب بنفسك لها طعم احلى عن تدخل الانترنت يعني. كيف تحس طعم الان الاي بوك اريح يعني؟ طبعا هو اريح بس هو نفس المحتوى، بس لسه في ناس لها طعم للكتاب هيك بس كتب كتاب حتى ريحه الورق شعور خاص للكتاب. جماعه الخير انتم وعانين في طعم حلو. الايميلات والجوابات هي نفس استاذ خالد، الشعر عاده موهبه، وان شفناك كتبت بلهجتين، باللهجه العاميه وباللهجه الفصحى، هل أنت بتختار مواضيع معينة لكل لهجة؟ مثلا في موضوع بتكتب فيه بالعامي، في موضوع بتكتب فيه باللهجة الفصحى، ولا القصائد المكتوبة بالعامية عادة لها نوع من الاسترجاع النغمي أو اللحني، فهي إيقاعات أو يمكن نسميها ميلوديز في البال، فتتكون بعض الأبيات الشعبية. أما في الفصحى لا، فالفصحى أكثر لأن أنا أكتب قصيدة النثر، فما تكون إيقاعية بقدر ما تكون في العامية. طب برأيك الموهبة بتكفي لتكتب شعر؟ لا أبدا، في الشعر يجب أن يكون هناك عمل بعد النص. هناك طبعا موهبة، ولكن يجب العمل على النص بعد ذلك، الكتابة الأولى والثانية والثالثة وقبلها اسمع لازم يكون قبلها الواحد يكون مثقف، يعني عنده ثقافه كبيره ويكون قاري وعارف، يعني بده يشتغل واحد على حاله كثير، ما يعتمد بس على الحين. وايد ناس قاعد يكتبون شعر بس كذي، يعني تحس شو يقولون ما اعرف شو الرساله بيوصلونها، ما اعرف. هذا اللي كان يشهرهم من قبل، انه يكتبوا كتاب وبعدين يطلعوا على المنصه. بس هلا في ظاهره جديده عم بيطلع هدول البرامج الكشف، منهم شاعر المليون. بتحس هي عم بتضيف على الساحة الشعرية، يعني عم بتطلع شعراء أو عم بتساعد الشعراء اللي عم بيحاولوا يوصلوا؟ لا شك أنه هناك، هذه هي قناة من قنوات إشهار الشعر أو وجوده في الحياة اليومية، فبالتالي وجود برامج شعرية تلفزيونية لا شك أنها تساهم في وجود شعراء. أستاذ خالد، القضايا اللي بتتحدث عنها بشعرك هي قضايا على مستوى الأمة أو على مستوى همومها، وباعتقادك دور الشاعر مهم في أنه يعكس هموم أمته أو قضايا مجتمعه؟ نعم، الشعر دائما كان ضمير الإنسان، يعني هو المكان الداخلي في النفس البشرية، حيث التعبير عن الحنين، عن الانتظار، عن الحب، عن الألم، عن الفرح، على المشاعر، لكل هالمشاعر. فبالتالي من هالمنطلق الشعر ضروري في حياتنا. وشو بالنسبة لهموم الأمة أو أشعارك، هل تتطرق فيها لمواضيع وطنية أو مواضيع على مستوى أمة العرب يعني؟ لم يعد الشاعر يعبر عن الأمة بالمعنى الثقافي الذي يمكن أن نشير إليه، ولكن أصبح يعبر عن هموم الفرد في الانتظار، في الغربة، في الضياع، في الشوق. كل هذه الدوافع والمشاعر الإنسانية لا شك تنتمي إلى القضايا الإنسانية. طبعا أهم شيء الحب والشوق. ها؟ الحب والشوق حتى أشوفك فيها لحن، يعني لا. أنت عم بتجاوب على أسئلتك بتحس عم تحكي شعر كمان، منطقي الكلمة موزونة، يعني تطلع الكلمة موزونة. أستاذ خالد، زي كونت أول مكتبة خاصة ليك؟ أول مكتبة كانت عن طريق معرض الشارقة للكتاب عام 1980، فكنت أنا ومجموعة من الشباب كنا في جامعة الإمارات، فسمعنا عن معرض الكتاب، جينا قبل بداية المعرض وبدينا نساعد الناشرين في حمل الكتب من السيارات إلى داخل المعرض ونشيل معاهم، فكل ناشر كان يعطينا كتابين ثلاث هدية. فتكون عندي تقريبا 30 كتاب أول مكتبة لي. عندك نسخة أولى من كتاب النبيل جبران خليل جبران؟ نعم، ما زالت عندي، واشتريتها في الثمانينات وموجود عندي كتاب النبي. شو أحسن بيت دائما تردده في بالك في تاريخك الشعري؟ أحسن بيت؟ شو خطر على بالك هلا فورا بهاللحظة؟ يعني أول ما سألتك السؤال شو أول بيت؟ ليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم لينجلي. خطير خطير. شنو عندك جديدك، يعني شغلة مسوينها جديدة؟ هناك العديد من يعني قصدك في الشعر؟ أي في الشعر كتبت كون نحن متعطشين شعر. أيوه يعني الآن لا يحضرني، ولكن هناك كتابات يعني بين فترة وأخرى. الآن صرنا نكتبها على الموبايل. ماريا وايد طبعا من محبين الشعر. ها؟ نعم. أنا بحب الشعر لأنه بعتقد كمان النسوان بطبيعتهم حساسين وعندهم رومانسية أكيد طاغية. لحظة والشباب يعني ما في رومانسية؟ ما في أحسن. نحن أكثر في رومانسية بالحزن والفرح نحن عنا. يعني لا على فكرة الشباب شغلات اللي أتذكرها مثلا، أهديتني دفتر وقلت اكتب الشعر، ليت الشعر يا زين دفتر وأقلام، وابعدت عني تارك بليلي السحر، وتصافقت بعدك خليات الاحلام. يا عيني والله قلت لي احلام. في بنت عرفت تكتب هالشعر؟ طبعا لا، لازم شاب. لا بس انا عليك اقول لك، لو بنت بتقول يعني يا ليتني شعر وفستان بالضبط، ايه يعني هذا حدهم شعر وفستان. عن زوجته. لا بس عندنا نازك الملائكة رائدة من رواد التطوير في الشعر العربي. صح، المرأة لها دورها في الشعر العربي وفي النثر العربي طبعا. طبعا 2010 جمعكم انت وحضرة المخرجة نجوم الغانم فيلم الوثائقي الحمامة، فزتوا فيها بجائزة المرة الإماراتية. يعني جمعكم السكريبت الفيلم والسيناريو، بس شو بيجمعكم شعريا؟ شعرنا مختلف. يمكن بعض الثيمات داخل الشعر فيما يتعلق بالنظر إلى العالم يمكن، ولكن كنصوص مختلفة بيني وبين نجوم مختلفة. في تنافس؟ كثير. ايه، اذا اصدرت كتاب انا غار اريد اكتب. اوكي، يعني صار في غيره بعد. نعم، وسمعنا انه هي كانت عاشقتك. وهي كانت عشقانة عشارك وكتابتك قبل ما تعرفت عليك. صحيح. هي كانت تعرف. كيف كان أول اجتماع بينكم؟ كان في بيت أحد أقاربي، فكنت أنا موجود، وهذا أحد رواد الصحافة في الإمارات، ونجوم ذيك الأيام كانت تسعى إلى تكوين جمعية الصحفيين في الإمارات، وكانت هي من أوائل الصحفيات، فأجت على بيت قريبي وأنا كنت موجود والتقينا. أستاذ خالد، حضرتك لما بتقرا للشعراء الغربيين بتقرا لهم بالعربي ولا بتترجم؟ وفي أي شعر لحضرتك اترجم برضه للغات تانية؟ في البداية قرأت لهم بالعربي، بس بعد دراستي في أمريكا صار مجال أني أقرأهم بالإنجليزي، فكثير من الشعراء الغربيين قرأتهم بالإنجليزي، حبيت قصائدهم وبدأت أترجم بين فترة وأخرى بعض القصائد، من أهمهم والت ويتمن و ادغار لامبو، فكثير من الشعراء. هل في معاني بتتوه في الترجمة؟ لا شك. الترجمة هي خيانة النص الأصلي، ولكن خيانة لا بد منها، فبالتالي عشان نتعرف على ثقافة الآخر يجب أن نترجم، فالترجمة ضرورية. وحضرتك في حاجات ترجمت لغات تانية ولا؟ نعم، أنا أترجم قصائدي إلى الإنجليزية وإلى الفرنسية، وبعض القصائد إلى الألماني. ما شاء الله. ترجم للعالم كله إن شاء الله يا رب. ما شاء الله. شاعر وصحفي إماراتي، خلينا نقول شعرك وكتاباتك ترجمها باللغة الإنجليزية، يعني قاعد تخبر الناس عن ثقافتنا الإماراتية، فشكرا لك، شكرا على حضورك، احنا سعيدين اليوم تواجدك معنا في برنامج من الآخر. جمهورنا الكريم، بنطلع لفاصل، من بعد ما نواصل. أي مرة ممكن واصلة لمحل وشايفة الدنيا كلها، بحاجة بتكون بس لحب أو تفاهم، مشاعر مش أكتر. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، والحين مع فقرة شو جديد. من آخر نقطة من جنوب الكرة الأرضية وصلتنا تقارير تلقي الضوء على الحياة المتجمدة هناك. وراء هذه التقارير صحفية شابة قبلت التحدي وزارة القطب الجنوبي، وأكيد جابت معاها أخبار تخبرنا عنها وعن نجاحاتها الصحفية الأخرى. خلينا مع بعض نرحب بنائب رئيس تحرير سكاي نيوز العربية وأحد مؤسسين المحطة، نيفين أفيوني. يا هلا يا مرحبا فيك، حياك الله، حياك الله. أنا عبالي بتدخلي عينها مشتية ولابسة جاكيت والجو بارد، يا من القطب الجنوبي. هو توك جاية ولا من زمان جاية؟ توك جاية ولا من زمان؟ لا، من شي سنة تقريبا. من سنة. وكيف شفتي الأجواء هناك؟ يعني أن صحفية تروح هناك تزور المكان وتطلع تقارير ويعني وشغلات حصرية لها. هو أنا أول صحفية عربية بروح ثرو سكاي نيوز عربية، هي أول قناة عربية وصلت لهونيك، عملنا أول لايف من هونيك، وحتى مش أول لايف بس كقناة عربية، هو كان أول لايف لأي تشانل ممكن تعمله من انتاركتيكا، وعملت دوكيومنتري وشورت ريبورتس عن الحياة هونيك. هو الحياة ما فيني أقول إنه في حياة اكشلي، لأنه اللي هونيك هن عبارة عن حيتان وفقمات وطيور بطريق وطيور يعني وكم عالم وكم قاعدة عسكرية. المهم ان في يعني مو في حد عايش، يعني هو ميت هو عايش، مو في حد هناك موجود. ترددتي قبل لا تروحين ولا على طول قلتي يلا نروح ورحتي؟ لا، هو انا كنت صاحبة الفكرة ودخلت على المدير العام نارت بوران وقلت له انه عم فكر نروح على انتاركتيكا، شو رأيك؟ فهو صار يضحك، قال لي ممكن نروح معك على انتاركتيكا. فكرك تمزحي؟ فكرني عم بمزح اول شيء، بعدين لما اقتنع انه نو اي واز سيريس بس فقال لي انه يا واي نوت، فرحت. بس انت اكيد كنت سعيده بهذه التجربه كونك اول صحفيه أكيد تروح. اكيد كثير، وتجربه يعني مش بس كصحفيه، كانسان بتغير شوي يعني بكثير محلات. انت بتقعد اسبوعين تقريبا مقطوع عن الاتصالات والتلفزيون والانترنت، يعني انت بالطبيعه فقط، ما عندك اي كونكشن مع العالم اللي متعود عليه يوميا. تليفون بتنسيه كومبليتلي. تقدرون تعيشون بدون انترنت؟ لا، انا لما الموبايل عندي بيطفي ساعه لا، فدا ممكن، ما في واتساب. انا ممكن تعيشين من دون مشكله. بتتذكر بالامارات من سنه قطعت 3 ايام كهرباء، فش عندنا انترنت، كانوا اهدى 3 ايام بحياتي عن جد. ارتحتي؟ عن جد ارتحت. طيب نيفين، انت هلا يعني لك سنه راجعه، بس لك 10 سنين بمجال الصحافه، 12 سنه 12 سنه ما شاء الله. شو زاد على خبرتك الصحفيه او واجهتك الصحفيه، شو زاد عليها بعد زيارتك للقطب الجنوبي؟ هلا هي كانت بتصور من اكبر التشالنجز يلي عملتها، لانه المكان كثير خطر، منه مكان سهل انه واحد يوصل عليه، في محلات مطارح كثير ممكن تحسي انه ممكن تخسري حياتك لتوصلي على هيدا اللوكيشن. شغله ثانيه بالشغل، لاقدر اخذ لقطه حلوه كنت اضطر اطلع على جبل وتكون عم تثلج وحامله 30 كيلو معدات ولابسه 30 كيلو ثياب، والكاميرا مان نفس الشيء، كان معي بس كاميرا مان واحد، بدي احب وجه له كثير تحيه، اسمه جيمس ألن، هو للاسف منه هون بقى. ليه وين راح؟ سابته هناك. نو بعد هيدا البروجكت جيمس تحول للحياة البرية وصار يشتغل مع BBC بعد ما طلعنا على انتاركتيكا. طب what was the added value to your لمهنتك to your career؟ انه اول شيء طلعت اول جورناليست وصل لهونيك بالعربي، عملت دوكيومنتري ان عربيك، يعني نحن معودين توصلنا دوكيومنتريز بلغه اجنبيه وبيتم دبلجتها للعربي وبنحضرها، بس اول مره بيكون بالعربي. واي واز سو هابي انه في محطات ثانيه عرض اشترته، في شركات طيران صارت تعرضه ضمن الدوكيومنتريز اللي عندها على الطياره لغاتهم بالضبط. هاي شغله نادره يتدبلج من العربي الى لغات اول مره. برافو. بيكون في شيء بالعربي من هناك. برافو على يعني هذا الموضوع. يعني يمكن في مخاطر معينه في هاي الرحلات او مخاطر للمراه تحديدا. اكيد طبعا المراه بقدره الرجل في المهن، ولكن اي صعوبات انت واجهتيها او عقبات لسبب كونك مراه في هاي الرحله وفي المهنه بشكل عام؟ شوف انا بشوف المراه بالاعلام او حتى لما توصل لمنصب معين باي كارير بتعمله بيكون عندها تحديين، اول تحدي تثبت وجودها بالعمل اللي هي بتقوم فيه، ثاني تحدي انه هي طبعا النساء هن اقليات باي مجال بفوتوا فيه، لما يوصلوا لمناصب عاليه بصير بدها تثبت نفسها كشخص عادي بده يوصل لمحل، وكمراه قادره توصل لهالمحل اللي بدها توصل له. في جهدين مش جهد واحد بالزبط. يعني اوكي، ففي صعوبات. ايه طبعا اكيد. انتاركتيكا صعوباتها كانت مختلفه طبعا، كان الوزن الثقيل والطلع على الجبل، صعوبات انسانيه هذيك، احنا بنحكي عن صعوبات جندر في بيئه العمل. وانت نيفين انت بتغطي مواضيع كثير سياسيه اجتماعيه مختلفه، هل انت ضد الصحافه المتخصصه او يعني؟ لا على الاطلاق مش ضد الصحافه المتخصصه، اي صحفي ممكن يلاقي حاله بارع بمجال معين من الصحافه، مش ضد الصحافه المتخصصه. بس هي شو عندك صحافه معينه مفضله لك؟ هلا أنا خبرتي الأكبر هي بالصحافة السياسية، بالقسم السياسي، سواء كان بالصحافة المكتوبة أو التلفزيون، كنت دايما بالقسم السياسي. أوكي. أنتِ غطيتي طبعا انتخابات الرئاسة في لبنان ومحكمة خاصة اللي هي محكمة رئيس الشهيد رفيق الحريري. صحيح. غطيت انتخابات أمريكا، غطيت كثير أشياء. كل الانتخابات. طب هل حد بيغطي حاجات سياسية أو إيفنتات سياسية محتاج مواصفات خاصة كإعلامي؟ بده يكون مطلع على كل شيء. يعني ما بكفي انه يعرف انه اوكي في حدث، بده يقرا عن الحدث اكثر، بده يتابع الصحف اللي لها علاقه بهالبلد اكثر، المواقع، بده يعني هي قصص بتتراكم مع الخبره، ما فيك تجي تعلم واحد صحافي بعدين ترميه بحدث معين وتقول له يعمل شغل، لانه ما حيقدر يطلع. لازم يكون بيحب السياسه كمان يعني. طبعا اكيد بده يكون بيحب السياسه. نيفين، هل وصولك لمركز كثير كبير بالصحافه ومركز كثير عالي كامراه، هل منعك شوي انك تفكري بحياتك الشخصيه وانك تكوني متجوزه ويكون عندك حدا بحياتك يعني رفيق الدرب؟ هل هالشيء اثر على حياتك؟ سؤال كثير محرج سؤالك. لانه ليك لا المراه يلي بتبرع كثير بمجالها، يعني المراه بطبيعتها بدها تختار، يا اما المهنه بدها تبرز كثير فيها، يا اما بدها تكون عائله وتكون شخص امراه. احيانا في كثير بيعملوا بوث، بس اتس هارد، اتس هارد، وخاصه المنصب يلي هي وصلت له اتس ريلي هارد، لانه عم بغطي، بس غير مستحيل. مش ما فيني اقول انه شغلي بياثر على حياتي الخاصه، بس بقدر اقول لك انا ماني مرتبطه، بس مش بسبب انه انا شغلي مأثر على حياتي الخاصه. بس ممكن تحسي انه ياس الرجال بخاف من المراه القويه. مزبوط. والباورفول والواصله محل معين، لانه بحس بمطارح معينه. شو مواصفات الرجال اللي بحاجه له؟ شو مواصفات الرجال اللي بتفتش عليه؟ صحفي وراح على القطب الجنوبي. لا لانه لازم يكون الرجل متفهم بحالتك لمنصبك. بده يكون متفهم، بده يكون بحبني، انا مش طالبه منه شيء، انا شخص برا من العالم وشفت كل شيء بالعالم، سو اي دونت نيد هيدي القصص الماديه. مزبوط. ما يعني مثل اي مره ممكن واصله لمحل وشايفه الدنيا كلها، بحاجه بتكون بس لحب او تفاهم، مشاعر مش اكثر. ما يكفيك حب الناس لك؟ الحمد لله اكيد. اكيد كل الناس يحبونك، والجمهور اكيد اللي يتابع كل يعني اخبارك اكيد يحبك، ونحن اكيد منهم ومتابعين لكل اخبارك السياسيه الخطيره، واللي رحلت الجنوب يعني القطب الجنوبي اللي ممكن نفكر بعدين نروح عشان نتجمد هناك ونرجع كلنا متجمدين. فشكرا لك وعلى حضورك اليوم ودردشنا معك، وان شاء الله اهم شيء سؤالها بعد ما يكون ثقال عليك. كنا معاك من الاخر اكيد، وبرنامجنا هو من الاخر. شكرا لك وشكرا على حضورك اليوم واستقبالك لي هذه الدعوه. شكرا لك. شكرا كثير لكم كمان، شكرا على استضافتي وجود لك. مشاهدينا الكرام رايحين لفاصل، من بعد راجعين. السينمائي الشعار ماله من السيناريو الى الشاشه، نقوم بدعم صناع الافلام العرب في جميع مراحل الانتاج السينمائي، من السيناريو، من الانتاج، من التسويق والتوزيع. مشاهدينا الكرام رجعنا من بعد هذا الفاصل، والحين مع فقرة لا تقطع الرمسة. منذ افتتاحه في 2008 يسعى مهرجان الخليج السينمائي إلى تطوير وترسيخ الثقافة السينمائية المحلية والخليجية، بالإضافة إلى منح الفرص أمام المبدعين الخليجيين لتمويل أفلامهم وعرضها، والاحتفاء بالأفلام القصيرة من حول العالم عبر مسابقة دولية بالأعمال الإبداعية المتميزة على مستوى السينما الخليجية. لمعرفة المزيد عن هذا الحدث السنوي رحبوا معاي بمدير سوق دبي السينمائي سامر المرزوقي. يا هلا مرحبا فيك، منورنا اليوم في البرنامج. حياك الله. استريح. حياك الله. يا هلا مرحبا فيك اخوي سامر، منورنا اليوم في برنامج من الاخر. منورين بهلها. طبعا يعني انا بالنسبه لي يعني بدون اي شيء عندنا لك وايد مواضيع بنناقشها، لان جد موضوع السينما يعني يهمنا جدا، وبالذات مهرجان الخليج السينمائي يعني كونه شويه محلي وخليجي اكثر ما من مهرجان دبي السينمائي. في البدايه خبرني عن عندك حب للسينما عشان كذي تطرقت لهذا الموضوع، ولا هو مجرد يعني خلينا نقول شغل؟ والله السينما عندنا في الخليج وهل متعرف عليه ما توكل عيش، فاللي يشتغل في السينما معناته يحب السينما من الاخر. يعني انت ما تاكل اجمر السينما؟ والله تبى الصراحه اذا مو شغل الاداري هذا لا. زين. مهرجان الخليج السينمائي هلا بدا في 2008 ونحن الحين في 2014، شو الفرق يعني او شو اللي صار في من والى من بدايه المهرجان الى الان؟ في وايد فرق من بدا للحين، صار في تطوير؟ الحمد لله نعم. يعني مهرجان الخليج السينمائي بدأ وتركيز على الأفلام الخليجية مثل ما أنت ذكرت، بالإضافة طبعا الأفلام التركيز على القصيرة والأفلام الطويلة. اليوم إذا تشوف كمية الأفلام الخليجية اللي طلعت بشكل كبير أو اللي انتشرت في المنطقة كلها بدأت في مهرجان الخليج بشكل بآخر. يمكن أذكر لك مثال واحد يمكن يعني يلخص كلامي، فيلم وجدة. فيلم السعودي. فيلم السعودي، فيلم وجدة هيفا المنصور بدأت بالفيلم هذا كسيناريو في مهرجان الخليج، وعن طريق دعم في مهرجان الخليج بدا دعم تطوير الفيلم وراحت في دوره لتطوير السيناريو نفسه، وكمل الدعم وياه من مهرجان الخليج على مهرجان دبي. فخلال 4 سنوات اليوم تتكلم على فيلم مثل وجده لف العالم، يعني في فرنسا بس 500,000 تذكره سينما على فيلم خليجي. ف قصة نجاح لفيلم خليجي اكيد. نعم. سوق دبي السينمائي شو اهدافه؟ طبعا سوق دبي السينمائي الشعار ماله من السيناريو الى الشاشه، نقوم بدعم صناع الافلام العرب في جميع مراحل الانتاج السينمائي، من السيناريو، من الانتاج، من التسويق والتوزيع. فمبادرات مختلفه موجوده، نقوم بعضها يكون طول السنه وبعضها يكون في فتره مهرجان دبي نفسه، وبعض المبادرات تكون موجوده ايضا في فعاليات السوق في مهرجان الخليج. حتى يومك هذا خلال هذه السنوات دعمنا أكثر عن 243 فيلم عربي، أفلام إماراتية وخليجية وعربية، منها فيلم وجدة ومنها أيضا فيلم عمر اللي كان في الأوسكار هذه السنة وكان افتتاح مهرجان دبي. ليش الشباب بالنسبة لي أنا يعني أنا بالنسبة لي الشباب السينمائيين الإماراتيين أغلبهم يعانون من قلة الدعم لإنتاج أفلامهم السينمائية، وهذا شيء إذا أدى يؤدي إلى ضعف في إنتاج الأفلام. في أفلام في السينما تنعرض في مهرجان الخليج تكون ضعيفة، يعني ما في كواليتي لا للكاميرا ولا لأي شيء، يقول أنا ما لقيت دعم فقمت سويت أي شيء. فهني وين مثلا سوق دبي السينمائي؟ إذا خليني أسألك أول السؤال، شو تعريفك للدعم؟ خلينا نقول اول شيء الدعم المعنوي، يعني ان دعمتوهم معنويا، قريتوا النصوص واهتميتوا في الموضوع، تابعتوهم اول باول. الدعم المادي ان انا يكون عندي كاميرا بروفيشنال، محتاجه فلوس، محتاج معدات، محتاج جكات، محتاج ممثلين. يعني صحيح استاذ سامر، يعني على اي اسس او معايير يتم اختيار الفيلم الذي تدعمونه هنا؟ ومين بدعمكم انتم علشان تقدروا تدعموا هذه الافلام؟ من يدعمنا بدايه نبدا بهذا الجواب، نحن مؤسسه غير ربحيه تابعه لحكومه دبي، نقوم طبعا بهذه الفعاليه الثقافيه اللي هي مهرجان الخليج ومهرجان دبي. لكم مخصصات، يعني ميزانيه مخصصه شيء، وطبعا نعتمد بشكل كبير جدا على السبونسرشيب من المؤسسات والشركات التي معنا للسبونسر. بينما للدعم الثاني او اسس الدعم للافلام، نحن لنا مبادرات مختلفة، فكل مبادرة مختصة بجهة معينة أو قسم من أقسام الإنتاج السينمائي. لنا مبادرات لدعم السيناريو لتطويره، مبادرات للتسويق، أو مبادرة في مادية في البوست برودكشن. اللي يصير طال عمرك أن معظم الشباب، وأنا مخرج سابق أو متقاعد مثل ما يقولون. حلوة متقاعد، لحقت بدري أوي، بترجع إن شاء الله، بحنوا برجعوا. الصعوبه تقول كل احد يقول لك اعطني فلوس، زين تعال خليني اشوف السيناريو مالك، تعال عدله، لا هذا التوجه الفني ما حد يخصه يا عزيزي، ما يصير كذي. زين اعطني فلوس انا خلال سنه بسوي فيلم، ما يصير. زين بعطيك مبلغ بسيط يمكن 10% من المبلغ اللي تحتاجه، باقي المبلغ روح اماكن ثانيه. في واجهات في اوروبا وفي امريكا تدعم الفيلم العربي، زين هل تقدم عليها؟ ما اعرف اقدم، شو هذا الفورم، كم طوله، كيف، شلون؟ يعني في وايد شغلات ناقصه في الكلتشر او فكره الدعم السينمائي، او كيف واحد يوصل لحد عشان ياخذ الفلوس هذه. هلا بالفتره الاخيره عم نسمع كثير انه مهرجان دبي السينمائي بلش شوي يفقد بريقه، هل نقص البادجت او صار في تغيير معين؟ يعني لاي حد هالحكي مزبوط؟ والله انا ما اعتقد هالكلام صحيح. عم نسمع هيك، يعني بتبقى في رومرز رومرز كل واحد يعني. نتكلم عن السنة العاشرة للمهرجان اللي كانت في 2013، كانت أنجح سنة لتاريخ المهرجان. جميع الأرقام بعضها ارتفع بشكل كبير أو تدبل. من ناحية مجموعة الأفلام اللي عرضت لأول مرة في دبي، مهرجان دبي لأول مرة 70 عرض عالمي أول. في أول سنة لمهرجان دبي كان عندنا عرض عالمي أول واحد. لا رومرز اكيد، من واحد صار 70، من واحد خلال 10 سنوات صار 70، فالرقم ياس يزيد، والحضور اللي يحضرون المهرجان صار اكبر بكبير. ونتكلم عن السوق، عدد الناس اللي بدوا يجون المهرجان بالذات سوق دبي السينمائي على حسابهم الشخصي من حوالين العالم تقريبا تدبل. فالحمد لله. لا لغه ارقام وضعنا ممتاز. شو لسه بيحتاج اذا هيك لحتى ينافس مهرجانات عالميه مثل مهرجان كان مثلا؟ شو لسه بيحتاج مهرجان بالخليج مثل هيك انه لينافس مهرجانات برا؟ وايد شغلات، بس يكون اهم شغله نتكلم عنها الجمهور. اليوم اذا تروحين كان ولا غيره، الجمهور عادي يوقف ساعه ونص في الطابور عشان يدخل القاعه. عندنا للاسف في بعض الاحيان 5 دقائق، لا ولا اذا مو في اي بي ما بدهم كله، لا ما يجون. يعني نحن نتكلم خلال من 2004 كان عندنا تقريبا 22,000 تذكره انباعت حق الافلام، وصلنا ما يربع عن 57 و 58 ألف تذكرة في 2013. لازم الرقم هذا يزيد، إذا يوصل 100,000 150,000 نقدر نقول أن المهرجان وصل لهذا المستوى. لأن من ناحية الأفلام الحمد لله أفلامنا ممتازة. عن مجموعة الأفلام اللي أو صار عندنا 36 اوسكار نومينيشنز لبعض الافلام اللي كانت في المهرجان. ما شاء الله. افلام قويه، الحضور قوي، السوق قوي، ولكن الجمهور في ضعف كبير، لان ثقافه الافلام السينمائيه او المهرجان السينمائي او انه نروح تشوف فيلم تايواني ولا تشوف فيلم برازيلي غير متوفره بشكل كبير لنا الحين، فيكون هذه النقطه. بس بعدين انا بالنسبه لي ما يمنع ان لو عندنا نقص في الجمهور، ولكن مهرجان دبي السينمائي صار مهرجان عالمي. صاروا كل العالم قاعدين يغطونا وكل العالم يعرفون عنا، وصل للعالمية، ولكن يمكن الجمهور قاعد يعني يفهم، يمكن يعني ما مو مستوعب بعده فكرة يعني الأفلام الغربية أو الغريبة عليه، يبى يدخل كوميديا أو رعب أو وات ايفر أو عربي، لكن وصل العالمية كسمعة وكنجوم عالميين. يعني بيجيب أفلام انترناشونال كمان، مش بس أفلام. يعني نحن نتكلم عن 70 فيلم عرض عالمي أول. هذه كمية الثقة اللي صاحب الفيلم يضعها في المهرجان عشان ينظر لمهرجان دبي كمنصة لعرض الفيلم لأول مرة في العالم، هذا شيء كبير جدا، ودليل أن الفيلم بشكل عالمي قوي جدا. صح. يعني وزميلي سامر أول شيء مرحبا بك، بعد 10 سنين درسنا يا بعض، إحنا 10 سنين وأخيرا قابلنا في برنامج. سؤالي هو شو الانعكاسات الايجابيه للمهرجان يعني من بدا للحين، كيف تطور؟ يعني كان في تطور طالع ولا نزل وطلع ولا للامام بس؟ لا الحمد لله، بحكم ان المهرجان توجهه كان واضح من البدايه، من ناحيه مهرجان دبي دعم الافلام العربيه، مهرجان الخليج دعم الافلام الخليجيه والمخرجين الخليجيين، بحكم التوجه كان واضح والاداره هي نفسها من البدايه. الحمد لله كنا في مرحله صعود دائم، جميع الارقام، جميع كل الحضورين عندنا دائما مستانسين بالمهرجانات اللي عندنا، ونحن دائما بعد المهرجان نسوي مثل استماره او سيرفي بالنسبه للساتسفاكشن او الرضا، ودائما نبقى على بين ال 97 وال 98% في جميع المراحل، فالحمد لله وضعنا ممتاز. في رسم او خطط للمستقبل ان المهرجان يتوسع، يستقطب افلام اكثر من برا، او الافلام الخليجيه تكون اقوى انتشارا؟ افلام اكثر من برا صعبه، لان نحن في مهرجان دبي عندنا 170 فيلم تقريبا. واو. ومهرجان الخليج عندنا 120 فيلم تقريبا، فعدد ضخم بحد ذاته. وهذا السؤال بقى انا كنت عايز اساله بالنسبه للحاجات الجديده اللي انتم بتعملوها، ازاي مدن صغيره زي ابو ظبي ودبي، يعني ابو صغيره مش يعني حجما، يقدروا ان هم يستقبلوا كميه المهرجانات اللي هي الخليج، ابو ظبي، دبي، يعني مش سهل. مسابقه افلام الامارات ايضا هنا. هو مثل ما ذكرت طبعا الموضوع مو بسهل، ومرات يسبب بعض الاشكاليات بالنسبه اذا بنجيب مخرج معين ولا ممثل معين، يصير عنده يقول انا اي شهر 11 وارجع لك شهر 12، في بعض الصعوبات. ولكن اذا ننظر حوالين العالم، يعني مثلا بتكلم عن المغرب، المغرب فيها اكثر من 40 مهرجان سينما. مظبوط. فبالعكس كل ما يكون عندنا مهرجانات اكثر يعطي فرصه اكثر لهذه الافلام المحليه والعربيه والخليجيه ان تظهر بشكل اكبر للجمهور، للصحافه. أهم شيء ما يكون في تضارب في نوعية الأفلام ولا نوعية الحضور، ولكن قد ما نقدر ندعم هذه الأفلام، هذا الشيء يساعدنا بشكل كبير. طب عم تنشروا السيرفي اللي عم تعملوها، إيش رد العالم الخارجي على الأفلام الخليجية هون؟ يعني 10 سنين مفروض الأفلام الخليجية صارت أوريدي يعني أكبر من، وهذا الواقع الحمد لله. يعني مجرد هالفترة الحين في مهرجان الأفلام الخليجية في باريس مع وزارة الثقافة عندنا، هالأفلام كلها بدأت تطلع بشكل كبير، المهرجانات العربية بدأت تستخدم الأفلام الخليجية بشكل أكبر وأكبر. مهرجانات نحن في حياتنا ما سمعنا عنها، يوصلنا إيميل أن هالفيلم سمعنا عنه، نبى عنه لهذا المهرجان في الحال عالم. ومجرد يعني أذكر المثال مرة ثانية بشكل بسيط، فيلم وجدة، أن هذا يكون أفضل مثال لنجاح السينما العربية بكل المصاعب الموجودة، بكل عدم التفهم بالثقافة الخليجية اللي غير ما تتفهم هالنوع من الأفلام. هذا كله قدرنا نوصل للعالمية بفيلم جدا بسيط يتكلم عن بنت تبغى تركب دراجة هوائية. طب إداريا أنا بس سؤال فضولي عندي، سيتي اوف لايت هي عبارة عن سيناريو بدبي، يعني عدة سيناريوهات. حلو الفيلم ده كتير حلو. هذا يعتبر فيلم إماراتي 100%، يعني من الافلام اللي انت ذكرتها يعتبر فيلم اماراتي. برافو. هنا كفيلم مخرجه اماراتي، الجهات الداعمه اماراتيه من ناحيه الدعم المالي، تصوير في دبي، الابطال اماراتيين، وهو الفيلم اماراتي 100%. هنا سامر، بفتره التحضير للمهرجان على اي اسس ومعايير بتنقوا المشاهير العالميين والنجوم العالميين لحتى يجوا على هالايفنت؟ وهل هن يعني بتعتبرهم عم بيوصلوا مظبوط صورة المهرجان برا؟ يعني هن كمان عم بيعملوا دعاية للمهرجان بوجودهم عندكم بالمهرجان؟ والله قبل ما ارد على هالسؤال، بس على النقطة هذه، كنا نحن لنا سفرات على لوس انجلوس، نجلس مع الاستديوهات بحيث نشوف شو افضل الافلام نقدر نستقطبها في مهرجان دبي من شهر 3 و4. فالسنة الماضية كنا هناك، كان في بدون ذكر اسماء، في مغني جدا معروف، الببلسست ماله طالبه ان هذا الشخص يبغى يجي دبي. والله شو ردنا كان؟ هم بيطلبوا يعني. هم طالبين معاييرنا ان هل هذا الشخص جزء من فيلم؟ اوكي. لا ما عنده فيلم خلاص نحن اسفين ما نقدر. فاهم شيء عندنا نحن انه يكون هذا الشخص اللي جاي. ما فيك تقول لنا مين الشخص؟ ما بنخبر مش هنقول لحد على فكره. على فكره ما حد يسمعنا ها. فنحن نركز دائما على الافلام اللي بنجيبها ونحاول نجيب الممثلين في هذا الفيلم. ما تغير الموضوع احكي لنا مين. سامر انا وانت اصحاب في الدراسه بتقول لي انا ما بخبرهم منو؟ اوكي بعد الحلقه بقول لكم بعد على راحتنا يعني. لا بعد الحلقه على فكره ما حد بيشوفها. عندي سؤال اخر سؤال هو سمعنا بهوليوود وبوليوود في فتره من الفترات قالوا بيسوون في دبي دوليوود، هالكلام صحيح ولا اشاعه؟ لا اشاعات اكيد اشاعات. بوليوود هاي للدمى ولا لا كانوا يبون دبي هاي حقنا نحن بس مع بعض. عندنا صناعه السينما تو في بدايتها، نتكلم عن انتاج مثل ميشن باسبل متصور في دبي، وهابي نيو يير من الهند تو صوره ايضا في دبي وغيره. دبي كمعلم سياحي كمنطقه سينمائيه قوي، ولكن لنا احنا نحتاج الكثير من العمل. يمكن خلال سنوات مع وضع بعض القوانين اللي شغالين عليها حاليا عن طريق لجنه دبي للانتاج التلفزيوني والسينمائي نوصل لمرحله انه يصير هذا الشيء موجود ونسميه دوليوود، بس اتوقع في الوقت الحالي لا تو الناس. عشان خاطر نصيحه تنصحها كل الطلاب اللي درسوا معانا واللي يدرسون الحين. اغلب الطلاب طبعا يتخرجون اعلام واخر شيء يدرسون يشتغلون في الشرطه او في المطار، شو تنصحهم ان يمسكون مجال دراستهم ويطورون نفسهم في المجال لان محتاجين نحن كادر اماراتي. بالضبط. انصحهم يدخلون الانتاج كبروديوسر او كموزع، لان هالنقطتين عندنا نقص غير طبيعي عندنا في الكوادر الخليجيه، فدائما كل حد يشتكي يقول ما عندنا توزيع الافلام. فيلم سيتي اوف لايف مع مصطفى من الاسباب اللي للاسف ما وصل للعالميه، موضوع التوزيع لم يوفق فيه. فهالنقطتين اذا الشباب الدراسه عندهم اوريدي خلاص انت اشتغل في البنك، تعال اشتغل موزع او منتج وتحصل منه فلوس اكثر عن يدخل الميدان ويجرب. نعم وفروا انترنشيبس. اخوي سامر جد استمتعنا بالحديث معاك واخذنا من عندك معلومات يعني جدا غنيه، احنا استفدنا منها واكيد ايضا مشاهدينا الكرام ايضا استفادوا منها وكل الجمهور الموجود معنا في الاستديو. شكرا لك وشكرا لقبولك لهذه الدعوه، وننتظر ان شاء الله دعواتنا في المهرجانات القادمه نحضرها ان شاء الله كلنا مع بعض. شكرا لك وعلى قبولك لهذه الدعوه. مشاهدينا الكرام راح نطلع لفاصل قصير وبنواصل. كنا بدنا نستنى من اول نيسان لاول نيسان لنمزح على بعض، يا ما عملنا عمايل بالشباب وعملوها فينا يعني. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، والحين بنروح لفقرة شريط مصور. ماذا يحصل عندما يقرر الثنائي الشاب والفتاة أن ينتقم واحد من الآخر؟ نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع ونعلق عليه. I know what Gina did and pretended she cheated on me, so I want her to know how it feels. I just came up with a really good prank. It's time to get some serious payback. He's gonna flip out. It's about to go down. It's smoking. What is it? It's a smoke bomb. It's not even funny, yo. Gina, payback is a biznot. This is crazy. The fucking shit we did every time. هي تبع الشعر على فكره كفو عليها. انا الحين ودي اجيب مقص ودي احط تحتكم اي شله قناقع اي شيء عسبت اشوف شو رده فعلكم. لا بس بتعرف شو بحس هالفايتس بتصير بتدل انه لسه بيحبوا بعض فعم بيحرقصوا ببعض يعني ما في انتقام 100% بالموضوع صح؟ هي دعابه يعني في دعابه. بس انا لحد جه جنب شعري مش حتى اقول ولا شعر كريم ولا شعر كريم. الموضوع بده حس فكاهي يعني عشان واحد يتحمل هذا النوع من المزح يعني. بجوز انا ما اتحمل هذا المزح زي هيك يعني. انت ما تتحمل المزح ابدا؟ لا يعني لهالدرجه يعني شيء حرق وشيء قص وشيء ضرب. شوف وراك وتلفزيون يوقع من شوف وراك. هذه مسحه بتحملها ما في مشكله بس ثقيل. مسحه كويسه يعني. شوف في مسحه ثانيه بس بعد ما خلص الحلقه بعد نتكلم انا وياك. ماشي يا عبد. لا بس هو عنده حد. في مسحات بتتقبلها في مسحات يمكن يعني قصه شعر هي حس عادي انت تموتين. بلحظتها بموت طبيعي بس من بعدها لا شغله مهضومه بس بتضحكي عليها يعني بتضحكي لا ما شفنا يعني اذا ما بتاذي بني ادم فعليا انه مزح بس انه 10 ثواني عادي يعني احنا كنا بدنا نستنى من اول نيسان لاول نيسان لنمزح على بعض يا ما عملنا عمايل بالشباب وعملوها فينا يعني عادي. انت شفت اللي ياس يمشي من عند المطبخ وطاح شفته يعني تخيلوا هذا انت عادي بضحك عليه انا روحي بضحك علي تضحك على نفسك انا روحي بضحك علي تخيل لو نقعوا عليك هاي البالونه اللي فيها طحين او ماي بتضحك شوفي بتفش الخلق كثير لما انت تعمل مقلب بحدا قبالك معصب منه بتضحك خلص بتضحكي بيمشي الحال لو سيارتكم كمان طلع سيارتك دخان انت عندك موعد ضروري ولقيتي الدخان يطلع من السياره احترقت شيء استوابها يعني شو بتسوين؟ والله بزعل من حالي اول شيء بخاف عشان انا بكون في الموضوع خاف ابوي يعصب انا كنت حاطط تحت شغله يطلع الدخان هذول كابل مثالي اذا هم اثنين بيحبوا هذا النوع من المزح وعايشين مع بعض ممتاز بدر شفت اللي كان يس يركض وطاح عند المطبخ اظني ظهره انكسر تخيل لو انت الشيء استوابك عادي اتقبلها بروح رياضيه ايه بس انا من رايي ان البنت والولد اللي يتمسخرون يا بعض لازم الولد يخفف على البنت شوي لان في النهايه هي بنت يعني يا عيني على هذا اللي يسمعها يقول كذي ما يعرف انه قاعد يتمرن حديد يعني انت ممكن لو انت طحت انت ممكن يعني ترد تمشيها في نفس المكان عشان تطيحها انا ما اتمرن حديد حق البنات اتمرنها حقك انت ما بدك حدا يصورك يعني بتصير كثير انك توقع بس انا اقول لك حاجه بقى هي انت بتقول خفف عشان البنت انت عارف دلوقتي الفيسبوك والانستجرام والسوشيال ميديا انا هعمل فيديو لو هعمل كده لحد هعمله وبقوه عشان هحطه على طول على اليوتيوب او على الفيسبوك عشان اللايكس انا بتاع اللايكس لايك وبعد كده بيبقى فايرل نعم فهو ده اللي ساعد كمان على الناس ان هم تعمل بنشافوا اكتر هلا كمان يعني انا بقص شعرك لا وحطها على اليوتيوب عشان يسوون لك حلوه يستاهل اوكي راينا من الاخر يعني في مثل هالمواقف هل نحن ممكن نتقبلها ولا لا؟ بدر انا مع الموضوع تامز اب نعم انجلش يعني ها تامز اب طب قبل ما اجاوبك اذا اتفقنا مع المخرجين نعمل مقلب معك تاخذها بروح رياضيه ثامز اب طب انا دبل ثامز اب انا بعجبني كريم ثامز اب بس ما تجيش جنب شعري شعر لا هلا انا ثامز داون ما بحب المزح خلاص بتضحك بحب اعملها بغيري بس ما بحب حدا يعملها المقلب هيجي على هلا خلي بس هي بلادها ونحط لها الكيكه اوكي انا بقول ثامز اب بالنسبه لهم لانه هم كابل يعني مستمتعين بهذا النوع من المزح والفيلم خلاهم يقربوا من بعض يعني بس ثامز داون بالنسبه لي لاني انا بايد هلا يعني هذا مزح شوي شديد اللهجه يعني عشان كذا انا ثامز اب حيلا حالي بس مهم ما ياذي الشخص الثاني يعني روح رياضيه حلوه شوفوا يعني انا ما عندي مشكله في اي مقلب بيصير بس بشرط لا يكون عندي شغل ولا اكون رايح مكان عشان ما اتبهدل يعني خلني اخلص كل شغلي ايوه وبعدين سووا اللي تبغوا تسوونه فيني اوكي سووا فيني واسوي فيكم ونخلص الحلقه الاخيره ان شاء الله لا موعد مشاهدينا الكرام انتم لا تسووا مع هالمقالب خليكم دائما شوي بعيدين وخلكم على الخفيف وما عليكم من كلام بدر ومن كلام كريم بنطلع للفاصل ومن بعدها بنرجع بدون مقالب دبي يدانا حلوة وفتانة كل الخليج أصبح شاطئك عنوانة مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل والحين مع فقرة عايشين على كيفهم معروفة بصوتها الجبلي الأصيل فهي تبحث دائما عن كل ما هو جديد ومختلف في عالم الفن لطالما شجعتها العائلة على الغناء فهي اعتلت المسارح منذ صغرها الفن متجذر في عائلتها أن يتكلم عن الفنانة اللبنانية نجوى سلطان قلبي رد لا تبقى يا مرد كثرة جروحها علي شبابك يلا زق وزرد يا قلبي رد لا تبقى يما رد كثرة الجروح علي وفيه الأغلط من عين رد رد أنا ترجاك رد رد وخلى